الجيش المصري. جيشك وشعبك محفوظة يا مصر. القوات المسلحة المصرية كما عودتنا دائما أنها وبحق هي خير سند لشعب مصر العظيم في أزماته التي قد تتعرض لها البلاد. هذا هو ما يحدث بالفعل هذه الأيام، حيث تستعد عناصر القوات المسلحة المصرية المختلفة باستعدادات غير مسبوقة وإجراءات صائبة في تناغم وتنسيق كامل مع باقي أجهزة وإدارات الدولة المختلفة في التصدي للعدائيات المحدقة بالبلاد، ذلك دائما انطلاقا من قواعد راسخة تكسبها شرعية ما يمكن أن تقوم بتنفيذه حفاظا على أمنها القومي. مشاهدينا الكرام، هذه هي رسالة الجيش المصري في هذا الأسبوع. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي باهر 21 والذي يجريه الجيش الثاني الميداني، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وألقى اللواء أركان حرب نبيل حسب الله قائد الجيش الثاني الميداني كلمة أكد فيها على حرص القيادة العامة للقوات المسلحة لتقديم كافة أوجه الدعم للجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليه بكفاءة واقتدار. بدأت المرحلة الرئيسية للمشروع بتقديم عرض مختصر للفكرة التعبوية للمشروع والقرار المتخذ في الموقف أثناء المشروع، وناقش الفريق أول محمد زكي عددا من القادة والضباط المشاركين بالمشروع في أسلوب تنفيذهم لمهامهم. ونقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه بالجهد الذي يبذله رجال الجيش الثاني الميداني لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم، مشيدا بالمستوى الراقي الذي ظهرت به كافة العناصر المنفذة للمشروع بما ينم عن استعداد قتالي عال وتدريب مرموق أدى إلى الاحترافية في تنفيذ المشروع، مؤكدا أن القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته بما تملكه من منظومة تسليح متطورة في كافة التخصصات وفرض مقاتل محترف قادر على تنفيذ كافة المهام تحت مختلف الظروف. وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد شهد مراحل من المشروع تضمنت عرض التقارير والقرارات والخطط المنفذة للمستويات المختلفة وإجراءات تنظيم التعاون وفرض المواقف المتغيرة وكيفية التعامل معها بالشكل الأمثل أثناء مراحل إدارة العمليات. وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عددا من القادة والضباط بالمشروع في تنفيذهم لمهامهم، وقام بفرض عدد من المواقف التكتيكية المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثناء سير المعركة، وطلبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والجاهزية القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد في الأول من يناير 2022، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم. وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذي صدق على منحه لهم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة. وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقوات المسلحة لما توفره لأبنائها من كافة الإمكانات لبناء وتأهيل القادة والضباط على كافة المستويات، لتظل القوات المسلحة دائما نموذجا للعطاء للوطن جيلا بعد جيل. ونقل الفريق أول محمد زكي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بكفاءة واقتدار ووهبوا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه، موضحا أن القوات المسلحة المصرية ستظل نموذجا يحتذى به في الانضباط والالتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، مشيرا إلى أن نقل مسؤولية القيادة من جيل إلى جيل يعد تقليدا عسكريا أصيلا تحرص عليه القوات المسلحة التي قدمت على مدار تاريخها نخبة من أعظم القادة الذين تمسكوا بمبادئ العسكرية المصرية وقيمها العريقة. كما أكد القائد العام أن القوات المسلحة ستظل دائما تحتل مكانتها المرموقة بفضل جهود أبنائها المخلصين الذين لا يدخرون جهدا من أجل رفعة شأن وطننا الغالي مصر. كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين عرفانا بما تحملوه من مسؤولية اجتماعية عظيمة كان لها أكبر الأثر في إعداد أجيال من أبناء مصر قادرة على العمل والعطاء. ماما يا ماما تلاتي يا ماما لنبينا بيبعتوا سلامات، واحدة تصلي وواحدة تصوم واحدة تحج سبع مرات. غادرت بعثة عمرة شهر رجب التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك وسط مشاعر إيمانية صادقة تملأها الفرحة والرجاء في إتمام المناسك والقبول من الله عز وجل وتنفيذ لتوجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة باتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة المعتمرين. حرصت إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة على الإعداد والتجهيز المتميز لبعثة العمرة بدءا من السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية والرعاية الصحية، وذلك من أجل أداء الشعائر بكل سهولة ويسر. ربي كريم هو الفتاح. وعبر المعتمرون عن شكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه من كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، داعين الله عز وجل أن يحفظ مصر من كل سوء ومكروه. وأول ما الموضوع فتح على طول كانت قوات المسلحة السباقة في هذا الموضوع، وكنا احنا من أول الأفواج اللي طلعت، وبنشكر إدارة الشؤون المعنوية وبنشكر قوات المسلحة، يعني بصراحة يعني بأمانة تنظيم يعني فوق الرائع. أمنية كلنا بنتمناها إن احنا نزور الروضة الشريفة ونروح نعمل عمرة ونأدي المناسك. هي مشاعر فياضة، مشاعر جميلة الحقيقة. احنا في شوق وتوقين لزيارة بيت الله الحرام ولزيارة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة أنا شايف القوات المسلحة الحقيقة بعثة محترمة وبعثة كل الترتيبات الحقيقة ترتيبات محسوبة كويس جدا. الحقيقة الزملاء في إدارة الشؤون المعنوية بيؤدوا واجبهم لخدمة جموع الضباط وأسرهم حقيقة وأسر الشهداء. بشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ربنا يكرمه ويكفي شر اللي يأذيه وينجيه في كل طريقه. واحدة تحج سبع ومن الجيش المصري
ومن بعثة إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة لكل السلطات السعودية. مصر المصري وأهلنا وأخواننا المصري مصر كلهم. الله يخليك. نورتونا يا أهلا وسهلا بكم. وفي النهاية نقول إن مصر دولة قوية تتمتع بإرادة صلبة وعزيمة قوية، ولا تسمح أبدا لأحد بفرض أي إرادة عليها. حفظ الله مصر أرضا وشعبا وجيشا.